السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بروفارات. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن المواعيد والمواقيت المعدلة الخاصة بالامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2019-2020. إذن سوف نتحدث عن تواريخ الامتحانات بالنسبة للابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذلك شهادة التقني العالي، وكذلك جميع التفاصيل إجراء الامتحانات وغيرها. إذا هذه المذكرة صدرت يوم 28 مايو 2020. إذا بالنسبة لي للمواعيد، فكما تعلمون بالنسبة لي الامتحانات في التعليم الابتدائي، فقد تم إلغاء الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائي لدورة 2020 الخاصة بالمترشحين المتمدرسين. إذا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين تم إلغاء الامتحان، ولكن بالنسبة للأحرار فئتي الصغار والكبار سوف تجرى يومي 25 و26 شتنبر 2020. إذا بالنسبة للابتدائي قلنا للمتمدرسين ليس لديهم امتحان تم إلغاؤه، سوف تحتسب نقطة الدورة الأولى فقط. أما بالنسبة لي غير المتمدرسين فسوف يتم الامتحان يوم 25 و26 شتنبر. أما بالنسبة لي الثالثة إعدادي، فقد ألغي الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لدورة 2020 الخاص بالمترشحين المتمدرسين. وكذلك كما قلنا بالنسبة للمتمدرسين دائما أو الممدرسين فليس هناك امتحان. أما بالنسبة للأحرار فسوف يكون امتحان ثالثة إعدادي بالنسبة للمترشحين الأحرار أيام 25 و26 و28 شتنبر 2020. إذن أيام 25 و26 و28 شتنبر. أما فيما يخص امتحان أو الامتحانات في مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فالامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا الدورة العادية سوف تكون يومي 3 و4 يوليو 2020 بالنسبة لشعبتي أو لشعبات الآداب والعلوم الإنسانية بمسلكيها، وأيام 6 و7 و8 و9 يوليو 2020 بالنسبة لشعبات العلوم التجريبية بمسلكيها. إذا بالنسبة للآداب 3 و4 يوليوز، وبالنسبة لشعبات العلوم التجريبية بمسلكيها 6 و7 و8 و9 يوليوز. ونفس الشيء بالنسبة للمسالك الأخرى الموجودة هنا التي ترونها أمامكم، شعبة العلوم الرياضية وشعبة العلوم الاقتصادية وغيرها. أما بالنسبة للدورة الاستدراكية فستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية بالنسبة لجميع الشعب أيام 22 و23 و24 و25 يوليوز 2020. أما بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد لمترشحي الأحرار فالدورة العادية سوف تجرى اختبارات هذه الدورة يومي 1 و2 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب. أما الدورة الاستدراكية فستجرى اختبارات هذه الدورة يومي 20 و21 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب. أما بالنسبة للأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار، إذا الأشغال التطبيقية ستجرى الأشغال التطبيقية للدورة العادية يومي 9 و10 يوليوز 2020، وتجرى الأشغال التطبيقية للدورة الاستدراكية يوم 25 يوليوز. إذا هناك أشغال تطبيقية خاصة بالمترشحين الأحرار. أما بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من السلك البكالوريا، إذا هنا السنة الأولى سيزيام، الدورة العادية سوف تجرى اختبارات هذه الدورة يومي 4 و5 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع الشعب. أما الدورة الاستدراكية لم تحدد بعد، سوف تحدد لاحقا. أما بالنسبة للمداولات فستجرى المداولات الخاصة بالدورة العادية لامتحانات شهادة البكالوريا يومي 13 و14 يوليو 2020. إذا بالنسبة لي المداولات الخاصة بالدورة العادية، إذا المداولات التي يجريها الأساتذة والإدارة، تجرى المداولات الخاصة بالدورة الاستدراكية لامتحانات شهادة البكالوريا يومي أو يوم 28 يوليو 2020، كما ستجرى المداولات الخاصة بالامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا مباشرة بعد نهاية العمليات المرتبطة بالدورة الاستدراكية لهذا الامتحان. أما بالنسبة للإعلان عن النتائج، فستعلن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 15 يوليو 2020، وستعلن نتائج الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 29 يوليو 2020. أما فيما يخص الامتحان بالأقسام تحضير شهادة التقني العالي،
فسوف تكون أيام 13 و14 و15 و16 و17 يوليوز 2020، وسوف تكون كالتالي. إذن هنا امتحان لشهادة البكالوريا 2020، تواريخ مواقع الامتحان الوطني الموحد للدورة العادية والاستدراكية الدورة العادية. إذن بالنسبة لمواقع الامتحان كما قلنا هي كالتالي، إذن هو يحدد الوقت كذلك. بالنسبة لباقي الشعاب، يعني كل شعبة على حدة، والمواد التي سوف تجريها هي كما ترون هنا. يمكنكم إيقاف الفيديو لتشاهدونها. الآن سوف أمرها هنا، ومن لديه أي سؤال آخر فليطرحه في التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك مشاهدة الفيديوهات السابقة التي وضعناها في قناتنا والتي تحدثت كذلك عن التعليم وغيرها من الأخبار الحصرية. إذن كما ترون هنا فتقدم كذلك كل شعبة والمواد التي سوف تكون في هذه الشعبة. وإذا أردتم يعني رابط هذا الموجود فيه كل هذه المعلومات فسأضعه لكم في التعليق، سوف تجدونه في التعليق. إذا بالنسبة لمواقع نيل شهادة الدورة الابتدائية ومترشح الأحرار، إذا هذا كل ما يوجد في هذا الفيديو. من لديه أي سؤال أو أي شيء فليطرحه في التعليق، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.